Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Then we are on lecture 35 in chapter Power Series Method. We are in section 4, Power Series Solution, part 2. Then in part 1, we can use the formula from Taylor theorem, An, it equals to the nth derivative of y at x naught over n factorial. إذن إحنا بإمكاننا نستخدم هاي دائما في إيجاد الـ power series using Taylor theorem. هاي بس عشان نوجد few terms. لكن how about if we think to find a recurrence formula for an or general term an. إذن عشان نوجد recurrence formula أو بنوجد الـ general term in using the sigma notation رح نحكي اليوم عن part 2. إذا في part 2 رح نتعلم how to write the solution using the sigma notation an x minus x naught to the power n and from 0 to infinity. إذا بدنا هذا الـ solution. لكن خلينا نستذكر recall that in the convergence interval, in the interval of convergence for the power series where R is positive, بنقدر نوجد المشتقة للpower series باشتقاق terms للseries term by term. إذن هي عبارة عن n في an في x minus x naught قوة n. هاي شفناها بالكالكولس وإلها طبعا نفس radius of convergence للأصلية. إذا انتبه إنه ما دامت نزلت الـ n هون، طبعا هون n minus 1، فبإمكاننا نبدأ هاي من 1 لإنفينيتي. ليش؟ لأنه عندي 0 اختفت. بتقدر تشتقها المشتقة الثانية كمان or so term by term. إذا بقدر أبدأ من 2 لنفس السبب. إذا n في n minus 1 an في x minus x naught هو minus n minus 2 وإلها نفس الـ radius of convergence. إذا خلي هذول دائما في بالك إنه أي power series ضمن الـ convergence تبعها أنا بقدر أشتقها term by term، وبس بنحاول نغير العداد. طبعا بيصير خليها من 0 لكن ما في له داعي هذا الترم لأنه 0. إذا راح نستخدم هاي الـ results في تعويضها في المعادلة التفاضلية ونقارن الـ terms. إذا عندي two power series متساويات، فإذا معناها الكوفيشنت تبع ال power 1 بيساوي الكوفيشنت تبع ال power 1، الكوفيشنت تبع ال power 2 بيساوي الكوفيشنت تبع ال power 2 and so on. إذا أنا بفضل إنه نشوف الطريقة خلال example نشرحها. إذا how to find the recurrence formula. خلينا نكتب الإكزامبل. Now in this example we said that for the initial value problem y double prime minus 4y prime plus 3y equals to 0, y of 0 equals y prime of 0 equals to 1, first part, find a recurrence formula for the nth term an of the power series solution about x naught. اذا مطلوب منا نوجد recurrence formula. Recurrence formula or recursive formula معناها انه ال an بتعتمد على الترمز اللي قبلها. اذا نحل هذا البارت. إذن معناها أفرض إنه شكل الحل هو عبارة عن series from 0 to infinity an x ناقص 0 to the power n، وبالتالي رح يكون عندي الواي برايم بتساوي حسب ما حكينا إنه بنشتق term من 1 للإنفينيتي ل an مضروبة ب n times x to the power n minus 1. وأكيد هلأ راح تكون عندنا المشتقة الثانية هي عبارة عن y double prime اللي هي كمان summation، ما راح تسحون خلينا ننزلها تحت، واللي هي summation من 2 ل infinity n times n minus 1 an x to the power n minus 2. الآن راح نعوض هذول الترمز في المعادلة التفاضلية الأصلية اللي هي y double prime minus 4y prime plus 3y equals to 0. إذا نعوض، خلينا نشوف وبعدين نعمل collection للterms. إذا ال y double prime قيمتها راح تكون هي n من 2 ل infinity n times n minus 1 an
في x قوة n minus 2 بعدين minus 4 ضرب n 1 to infinity. هلا بنعوض قيمة ال y prime واللي هي n في a n في x قوة n minus 1 واللي هي حصلنا عليها من هاي هون، بعدين زائد 3y. إذا ال y هو summation من 0 ل infinity ل a n x قوة n بتساوي 0. أنا راح أستخدم الآن إنه الطرف اللي هون 0 معناها كل الكوفيشنت للإكسز لازم يكونوا 0، بس عشان أحكي الكوفيشنت للإكسز لازم يكونوا 0 لازم يكونوا كل الباورز هون زي بعض. إذا إحنا راح نهتم في الباورز هذول اللي راح أضللهم هلا. لاحظ إنه الإكس قوة n minus 2، عندي x قوة n minus 1 وعندي x قوة n، فلازم أوحد الباورز. الآن عشان أوحد الباورز هذول راح أستخدم translation على summation. إذن خلينا نتذكر هاي الفاكت راح نستخدمها دائما، هي من n بتساوي مثلا n نوت ل infinity ل هون عندي أي شيء بيعتمد على n، هاي نفس summation من n بتساوي n نوت minus طبعا او زائد مثلا عدد هون خلينا نسميه k ل infinity f ال n زائد k. بمعنى اخر لاحظ الترانسليشن، اي شيء بتجمعه على ال n بتطرحه هون بنفس الوقت، طبعا اي شيء بتطرحه من هون بتضيفه هون. فاذا انا ال n هاي اللي عندي فوق لازم اضيف لها 2 عشان تصير n، هاي لازم اضيف لها 1 عشان تصير n. اذا استخدم للترانسليشن بروبرتي للسميشن اللي اجت اصلا من الفرض، راح يصير عندنا هلا السيريز كالتالي: من n بتساوي نتركها شوي للانفينيتي، انا راح زي ما حكيت اجمع 2 لكل مكان، اذا بتصير n بلس 2 محل ال n، محل ال n ماينس 1 بتصير n بلس 1 لاني جمعت 2، محل ال n اللي بالa بتصير a n بلس 2، ولما اجمع 2 بتصير n. اذا ما دام جمعت 2 فبطرح 2 اذا بتصير 0. الان اطبق نفس الشيء على السميشن للn الثانيه. الان انا عندي لازم اطرح راح اجمع 1 لكل مكان، فبتصير الn هي n بلس 1 وبتصير الan هي an بلس 1. هلا الx بتصير n ماينس 1 بتصير n، واطرح من العداد 1 فبتصير 0. الآن أما بالنسبة للسميشن فهذا الأخير بده يضل زي ما هو، لأنه already الباور هي n، فإذا صار هلأ لاحظوا كيف صاروا كلهم متساويين والعداد كمان كله متساوي. إذا أول شيء لازم أخلي الباورز كلهم متساويات، بعدين العداد متساوي، لكن إذا العداد مو متساوي ما في مشكلة بنفك كم من تير من هذول بحيث يصيروا كلهم زي بعض. إذا الآن معامل ال x بهذا الطرف xn، بعدين معامل ال xn اللي هو بيجي من هاي وبيجي من هون هيك، ومعامل x اللي هو 3 مع هاي، كل هذول لازم يساوي 0 لأنه الطرف الثاني 0. إذا بحكي بنستنتج إنه المعاملات كلها n plus 2، هاي طبعا plus 1 بس أنا بالخطأ كاتبها 2، إذا هيها plus 1 times n plus 1 في a n plus 2 ناقص 4 n plus 1 في a n plus 1، بعدين عندي plus 3 a n بتساوي 0، وهي صالحة لاحظوا لكل n من 0 لإنفينيتي، إذن هاي لكل n أكبر أو تساوي 0. الآن إذن معناها الآن راح أطلع recurrence formula، طبعا أعلى order هو اللي راح اتركه بالطرف واحل الثانيات واحله بدلالة الاقل منه. اذا n plus 2 n plus 1 n plus او n plus 0، اذا هذول التنتين راح اخليهم بالطرف الثاني. فاذا راح اطلع a n plus 2 واللي هي بتساوي هلا 4 في n plus 1 times a n plus 1 minus 3 a n، واقسم على معامل a n plus 2 which is n plus 2 times n plus 1، وزي ما حكينا هاي الn أكبر تساوي 0. فهذا بنسميه الـ recurrence formula.
بدلالة التيرمز اللي قبلها. طبعا أكيد أنا ما راح أقدر أطلع الـ A0 والـ A1 من هون، لأن لو عوضت هون minus 2 عشان أعطيني الـ A0 فما عندي الـ A-2. فدائما وأبدا الـ A0 تتذكروا أن الـ A0 هاي إذا كانت initial value problem زي ما عندي هون هلا، هي initial value problem، إذا هم معطيين بالسؤال بكونوا، لاحظ أنه الـ A0 هي الـ Y نوت والـ A1 هي الـ Y prime عند الـ 0، إذا هم التنتين 1، فإذا هذولا لازم تضيفهم لوحدهم، فالـ A0 هي الـ Y of 0 يعني هي 1 حسب سؤالنا، والـ A1 هذولا كمان هي 1 حسب سؤالنا. الآن إذا ما كانوا معطيين راح تتركهم 3، فبيطلع عندي 2 3 constants زي ما شفنا أول، بيطلع عندي linearly independent solutions. إذا هاي بنسميها recurrence formula. هلا في ناس ثانية بتحب تكتب recurrence formula، وأنا كمان بحب أكتب recurrence formula إنه بدلالة الأن، فبعمل shifting لكل هاي، أفضل بدلالة الأن بتصير عندي AN shifting، معناها اطرح 2 من كل مكان، بتصير 4 في N ناقص 2 زائد 1 بتصير ناقص 1، AN ناقص 1 ناقص 3 هي 1 هيك، ناقص 3 في AN ناقص 2 على اطرح 2 في كل مكان من الأن بتصير N في N ناقص 1، اطرح 2 من الأن نقولها على الطرف الثاني فبتصير N أكبر أو تساوي 2. إذا طرحنا 2 من هون نقلناها صارت هيك. إذا هاي هي الريكرنس فورمولا اللي هي بدلالة الأن، هاي مرات أسهل إنه إذا بنطلع قيم بعض القيم لأي أن، مثلا فور إكزامبل لو بدي الأي 3 فبعوض بس هون 3، هون بصير أعوض، بس انتبه إنه هون بعوض 1 عشان أطلع الأي 3. إذا هاي البارت الأول خلصنا منه، نشوف بارت 2 هلا. الجزء الثاني من السؤال find an explicit formula for an. إذا إذا طلبني explicit formula بمعنى آخر إنه an تعتمد فقط على الأن، ما بتعتمد على الأي اللي قبلها. إذا أنا هذول لازم أشيلهم، فعشان هيك بحاول أطلع قاعدة عامة نمط. إذا خلينا نشوف الباترن المعين اللي بيصير عندنا. فأنا راح أبلش أحسب A0 معطاه معي 1، A1 كمان معطاه معي 1. هلا نبلش نحسب في البقية. إذا A2 بتساوي حسب لو حسبنا هون نعوض 2 بصير 4 في 1 في A1 ناقص 3 A0 على 2 في 1. نعوض القيم المعنى 4 في 1 4 ناقص 3 1 على 2. الآن بإمكاني أتركها 2 وبإمكاني أحولها فاكتوريا لأنه واضح إنه 2 ب 1 بعد شوي راح نضرب. إذا اتركها هلا عشان نقدر نعرف انه هل هذا صحيح او لا. الان A3 بتساوي 4 ضرب حسب القاعدة، 4 ضرب 3 ناقص 1 يعني 2، اذا 4 ضرب 2 ضرب A2 اللي هي يا A3 اذا ناقص 1، بعدين 3 ب A ناقص 2 اذا بيضل عندي A1 على N في N minus 1 ب 2. إذا نعوض قيمهم، اتذكر إنه الـ A نوت هي عبارة عن 1 على 2، بتختصر 2 مع 2 بضل عندي 4، والـ A1 كانت 1 على 3 ب 2 يعني 3 فاكتوريال أو 6 اللي بدك إياه، إذا هي 1 على 3 فاكتوريال. إذا تقريبا حدسنا أصبح يقترب للي موجود هون اللي هو 1 على N فاكتوريال. نتأكد كمان من وحدة رابعة مو مشكلة، إذا هي 4 في N minus 1 يعني بصير 3 في A N minus 1 يعني A 3 ناقص 3 في A N minus 2 يعني 2 على N في N minus 1، إذا 4 في 3. إذا الـ A 3 هي عبارة عن 1 على 6، فإذا 12 على 6 يعني 2. الـ A و الـ A 2 حسبناها هي نص، هي نص. إذا الـ A 2 هي عبارة عن 3 ضرب إذا 3 على 2، سوري 3 على 2، إذا هي 2 عندي هون على 3 في 4 اللي هي صارت نص. لاحظ هون لو أضربها هي عبارة عن نص على 3 في 4، لكن أنا حسب الباترن اللي أنا شايفه إنه بدي إياها فاكتوريال، فإذا راح تطلع عندي أضرب ب 2 فبتصير 1، أضرب ب 2 بتصير 3 في 2، إذا هي 1 على 4 فاكتوريال. إذا هلا صار واضح تماما إنه الـ AN explicitly هي راح تطلع دائما 1 على N factorial، والـ N هي حسب ما احنا شفناها من 2، لكن نتأكد هلا بالنسبة للـ 0 والـ 1 هل بيخضعوا للقاعدة.
إذا عند الزيرو 1 صح، وعند ال 1 1 فاكتوريال 1 إذا معناها من 0 1 2 إلى ما لا نهاية. تذكروا إنه من 2 لفوق جبناها من القواعد الريكيرسيف، أما ال 0 وال 1 فهموا معطيات معي لكن بيحققوا القاعدة. هاي بنسميها explicit formula، وهاي ما بيطلبني إياها إلا عشان أكتب الآن السلوشن على شكل summation sigma notation. إذا نشوف part 3. إذا بيحكي لي write the solution اللي هو power series solution in sigma notation، يعني بدك تكتب لي يا صم، ما تكتب لي أول أربع حدود وحط لي نقاط. إذا مجبور إني أستخدم الفورمولا هاي، فبحكي أوكي مدام حلينا كل اللي قبل اللي هو واحد واثنين، فإذا هذا كله كان عشان ثلاث. فإذا إذا أصلا جاب لي find the power series solution and write the solution in sigma notation، لازم already أنا أعمل واحد واثنين. فإذا ال power series solution about x naught زي ما هو طالبني هو عبارة عن من n بتساوي 0 ل infinity a n x n. الآن بس عوض القيم، إذا y بتساوي summation n من 0 ل infinity 1 على factorial، إذا معناها صارت x n على n factorial. إذا هاي باستخدام sigma notation. هلا ريمارك، اذا بدي احوله الى كلوز فورم، اذا ريمارك لو طلبني اكتب لي السولوشن ان كلوز فورم، اذا ان كلوز فورم يعني انه الشكل يكون ذو قاعده من اللي بنعرفها مو سيريز اللي هو الصم تبعها، فاكيد الصم تبعها كنا بنعرفه اي تو ذا اكس. اذا كانه بيحكي لي انه سميشن للسيريز هاي هو الحل راح يكون. فإذا أنا وجدت حلها e to the x الانيشال فاليو بروبلم اللي شفناها هون، وفعلا لو إني أنا حليتها بطريقة ثانية، طبعا هو بس طلبني استخدم الباور سيريز ميثود هون زي ما أنتم شايفين، فلو طلبني بطريقة ثانية أنا بقدر أحلها بالكونستانت هذول الكوفيشنتس، إذا بيطلع معنا الأوكسيلري إيكويجن، بيطلع معنا أكيد e to the x هو السولوشن. لكن إحنا حطينا هذا السؤال فقط عشان نتمرن إنه how to find the solution using the power series. الآن خلينا نشوف example تاني، طبعا بنفس الطريقة على initial value problem عندنا، لكن هون للأسف ما بنقدر نستخدم الطرق السابقة لأنه non-constant coefficients، في عندي الإكس هون خربت كل شيء. فإذا إما أستخدم لابلاس لحلها، أكيد بقدر أستخدم لابلاس هاي لحلها. الآن هو طلبني إنه find the solution using the power series about x not equals to zero and write the solution in sigma notation. إذا رح نمشي بالحل زي ما عملنا هناك. إذا معناها مدام حكالي sigma notation، إذا بدون ما يحكي لي find recurrence formula لازم أوجدها عشان أطلع اللي هي the explicit formula. إذا solution أولا بحاول أوجد ال an as recurrence formula، إذا رح أفرض إنه الحل هو عبارة عن y قوة n sorry summation n من 0 ل infinity a n x قوة n، ومنه راح نحسب ال y prime y double prime زي ما انتم شايفين هون. انا كتبتهم بسرعة لانه اشتغلناهم قبل هاي المرة، وبالتالي لا بدنا نعوضهم بالمعادلة اللي انتم شايفينها هون. اذا تعويض في المعادلة y double prime minus x y prime minus y equals to 0، شو راح ينتج عنا؟ خليني اكتب كل هدول داخل المعادله، راح يصير كالتالي. اذا لاحظوا هاي عندي الباور هون اكس ان ماينس 2، هاي الكوفيشنت تبعها من 2، بعدين اكس مضروبه في المشتقه زي ما حكينا، وبعدين الفانكشن نفسه. هلا بدي اطلع على الباورز للاكس عشان اقارن هون، بس في ملاحظه مهمه جدا انه لازم انتبه لهاي الاكس. هاي الاكس هون موجوده، وانا عندي الاكس ان ماينس 1 موجوده هون، لكن هذول راح اضربهم مع بعض قبل ما اقارن الحدود، لانه الترم هو الاكس مضروب في كل هاي السيريز. فاذا خلينا نضرب الاكس في الترم هاي، بيطلع بتصير عندنا المعادله كالتالي. هاي اهم شيء انه صارت اكس ان. الان بدي اقارن الباورز اكس ان اكس ان اكس ان ماينس 2، اذا راح اعمل شيفتنج على هاي باي 2، اذا ريبليس ان باي ان بلس 2. خلينا نشوف كيف بدها تصير. راح تصير زي هيك. اذا اقارن انه عندي الاكس ناقص 2 صارت اكس، هاي اهم شيء، والان بتصير ان بلس 2، والان ماينس 1 صارت بلس 1، والان صارت ان بلس 2، والهاي صارت 0. اما اخر شيء هذول ما بتغيروا. الان اذا صار كل الباور زي بعض، بس لكن الان من 0
هاي الان من زيرو، بس هاي الان من واحد. اذا في واحدة منهم تبدا من واحد لما لا نهايه، وتنتين من زيرو لما لا نهايه. فبندرس اللي تحت الواحد لوحدهم، ومن واحد وفوق لوحدهم. اذا نشوف اولا لما ان بتساوي زيرو، بنقارن الكوفيشن تبع الان بتساوي زيرو مع الزيرو، والان عند الواحد وما لا نهايه مع بعض. اذا خليني اوضح اكثر. اذا هاي الصميشن انا عندي موجود، الصميشن على الاعداد من ان بتساوي زيرو، وواحد اثنين ثلاث أربعة and so on. إذا لاحظ في عندي two summations من الواحد من الزيرو وما لا نهاية، هذه من زيرو ما لا نهاية، وفي summation واحد من الواحد وما لا نهاية. فإذا أنا راح أدرس الزيرو لوحدها ومن الواحد وما لا نهاية لحال. إذا راح أخذ two cases، لما n بتساوي زيرو ولما n بتكون أكبر ويساوي واحد. أكبر ويساوي واحد، الواحد موجود في كل هدول، الزيرو مو موجود في كل هدول، لأنه هاي من زيرو لما لا نهاية بمر بالواحد. الزيرو بمر بالواحد، لكن الواحد فقط موجود هون، بس مو موجود الزيرو هون. لاحظ اذا كمان مره، الواحد موجود هون وموجود هون وموجود هون، الزيرو موجود هون وهون فقط. اذا لما نرجع لان بتساوي زيرو، فبتصير محل هاي الزيرو. اذا عندي اثنين، عندي هون واحد، الاي ان هي اي 2 صارت، والاكس ان هي قوه زيرو اختفت. هون ما في عندي شيء زي ما حكينا، اذا بس هاي لوحدها، وبالتالي بتساوي لزيرو. حل المعادلة بيعطيني الـ A2 بتساوي نص الـ A نوت، بس الـ A نوت بتذكر كانت واحد، هي A نوت is واحد is one، لأنه هي الـ Y at zero، إذن هي نص. إذن أنا حسبت الـ A2 هي نص. لاحظ كيف إنه بتعتمد recursively على اللي قبلها. إذن لما تكون هلأ N أكبر أو يساوي واحد، فإذا الواحد رح يتدخل بكل هذول، فرح يطلع عندي هذا الترم وهذا الترم وهذا الترم، كلهم الباور معهم X قوة N، بس الـ X قوة N مش موجودة هون، إذا زيرو. نكتب المعادلة، هي صارت المعادلة زي هيك. الآن أكبر أوردر موجود عندي الـ N plus 2، فبحل المعادلة بالـ N plus 2. إذا الـ A N plus 2 رح تساوي لي، هي عبارة عن n plus 1 an على n plus 1 في ال n plus 2. انا اخذت عامل مشترك هون، اختصر هاي مع هاي. اذا رح تطلع عندي هي an على n plus 2، وهاي لكل ال n الاكبر او يساوي 1. اذا معناها لما اعوض n 1 بيعطيني 3. اذا انتبه انه a نوت و a 1 و a 2 معي صاروا. اذا نكتب recursion now formula. الآن ريكرنس فورمولا بإمكاني أكتبها هلا بس بدلالة الـ N. إذا راح أعمل شيفتنج زي ما حكيت. إذا هون ببدل الـ N plus 2 بـ N، يعني معناها بطرح 2، فبتصير AN minus 2 على N، والـ N لما أطرح 2 وأنقلها لهناك بتصير N أكبر يساوي 3. طيب هاي ريكرنس فورمولا لكل الأعداد اللي أكبر من أو يساوي 3. طيب عند الأقل من 3 هذولا لازم نكتبهم. عند الزيرو هي 1، وعند الواحد هي الواي برايم كانت زيرو معطاه بالسؤال، وهلأ عند الـ A2 هي عبارة عن 1 على 2. هلأ لازم أطلع explicit formula للـ AN عشان أكتبها على شكل summation. إذن بدي أعمل تقريبا زي تيبل أقارن فيه الـ N مع قيمة الـ AN. فلو أخذنا هلأ الـ N بتساوي زيرو، منها راح تكون الـ A0 هي عبارة عن 1، هي معطى معي. الآن راح أخذ الـ odd لوحدهم، فلما الـ N بتساوي 1 ومنه الـ A1 بتساوي 1، سوري 0، هاي معطى بالسؤال. الآن لما N بتساوي 2، شوف بدي أخذ الـ even مع بعضهم، فالـ A2 هي كمان معطى معي بالسؤال نص. هلا لما N بتساوي 3، فالـ A3 حسب الفورميلا هي A1 على 3، يعني 0. إذا لاحظ هذول 0. هلا الآن لما بتساوي 4، فإذا الـ A4 هي عبارة عن حسب القاعدة هي A2 على 4، A2 على 4. إذا وبالتالي لاحظ هي 1 على 2 مضروبة بـ 1 على 4. الآن لما N بتساوي 5، أكيد هاي راح تعطيني A5 which is A3 على 5، كمان هاي 0. إذا لاحظوا أن هذول كل الأدهم 0، خلاص ما في داعي أكمل فيهم، دائما 0. إذا for an odd we have an هي 0، an 0. إذا خلصنا من هاي لما تكون an odd.
هلا لما بدي لما تكون الان ايفن نركز عليها. اذا اثنين في لما الان بتساوي 6 اذا الاي 6 هي عباره عن اي 4 على 6 وبالتالي اي 4 بس هيها هي عباره عن 1 على 2 مضروبه في 1 على 4 مضروبه ب 1 على 6. اذا لو حكينا الاي 8 هي عبارة عن A8 رح تكون A6 على 8. إذن رح أرجع أكتب عبارة عن 1 على 2 في 1 على 4 في 1 على 6 في 1 على 8. إذن صار واضح الباتر هي نص في ربع نص في ربع في سدس نص في ربع في سدس في ثمن. إذن كل مرة قاعد بتزيد أنت أعداد زوجية، لكن هاي بقدر أكتب على شكل قاعدة بدلالة الأن. إذن لاحظ لما تكون الأن هي 4 معناها هي زوجي، إذن تكتب على شكل 2 في 2 مثلا 2 في 3 2 في 4. إذن أنا بقدر أكتبها على شكل لو أخذت من هاي 2 عامل مشترك برا فكيت منها فبتصير نص تربيع في 1 على 2 يعني مضروب. هلا لو أخذت من هاي 2 ومن هاي 2 ومع هاي 2 فصارت 2 قوة 3 2 قوة 3 هي 1 على 2 قوة 3. إذا واضح أخذت 2 من هو 2 وشو صارت؟ صارت اللي هي 2 ب 3 إذا هي 1 على 3 مضروب. نعم هلا نفس الشيء لو أخذت من هاي 2 ومن هاي 2 ومن هاي 2 هي 3 2ات وهي 2 هي 4 2ات. إذا 1 على 2 قوة 4 في 1 على 2 في 3 في 4 إذا هي 4 مضروب. إذا لاحظ هي نص الأن نص الأن. فيعني بمعنى آخر إذا كانت الأن زوجية فمثلا نفرض أنه الأن هي 2K، فإذا كانت الأن بتساوي 2K فبالتالي A لـ2K راح تكون ننتبه زي ما شفنا هون إذا كانت 8 هي نصها إذا معناها قوة K 2 قوة K في واحد على كي فاكتوريال. لاحظ انه الفاكتوريال هي نصها فدائما نصها. اما اذا كانت الان هي 2 كي حسب ما بدك تبدا الان من الزيرو اذا معناها زائد واحد بدك تبدا كي من الزيرو. هاي اذا بديتها من الزيرو فبتعطيني يا الان زيرو اوكي جريت. فاذا الاي 2 كي زائد واحد بتساوي لي زيرو. هاي هي الجنرال فورمولا اكسبلسيتلي اذا هي عباره عن بيس وايز فانكشن اذا هي اقتران متشعب هاي الاكسبلسيت. هلا نيجي نرجع نكتب السيريز معناها اذا واي بتساوي لي المجموع من ان بتساوي 0 لانفينيتي اي ان واي ان. بس دائما وابدا اي سميشن بقدر اكتبه على شكل الايفن والاود كي من 0 لانفينيتي اي 2 كي. طبعا هاي الواي سوري لازم ابدلها اكس قوه ان هاي اكس قوه ان. اذا انتبهوا للحقيقه هاي انه بتقدر تفصل الايفن والاود لحال 2K X قوة 2K. لاحظ أخذت الـ even part لحال والـ odd part لحال من 0 لـ infinity A قوة 2K زائد 1 X قوة 2K زائد 1. انتبه أني أنا بلشت بـ 2K زائد 1 عشان لما أعوض 0 تعطيني A 1، أما إذا كتبت 2K ناقص 1 فلازم أبدأ من الواحد هون. إذا دائما أي مسألة هاي fact أي مسألة خليني أحط عليها highlight فيها even part و odd part بتقدر دائما وابدا هاي هيك صالحة لأي مسألة مثل هذا الشكل دائما استخدمها. إذا أي series تقدر تكتب على شكل ال even part وال odd part. إذا ما دام أخذنا هلا ال even part وال odd part هم شايفين 2K شو بس تعوض قيمتها. إذا ال y هي عبارة عن summation من K بتساوي 0 ل infinity لواحد على 2 قوة K بعدين X قوة 2K على اللي هي K factorial زائد بالنسبة للأود هي 0 زائد 0. الآن هاي السلوشن إذا صار عندي زي هيك. هلأ ريمارك بس عشان نأكد إذا بدك إذا طلب لك الكلوز فورم in the close form يعني انه find the sum اذا بدك توجد السم فهي اكيد 2 بتدخل مع الاكس تربيع
إذا بتصير السيريز على شكل بنحاول نكتبها بالأشكال المشهورة، هي بتصير إكس تربيع على 2 كلها قوة كي على كي فاكتوريال. إذا انتبه إن عندك إكس تربيع قوة كي، هاي قوة كي صارت هيك، لكن هاي عبارة عن إي قوة إكس تربيع على 2. إذا معناها السولوشن، فإذا من طريق السيريز عرفنا السولوشن وهو على شكل. وهيك بنكون انهينا محاضرتنا اليوم، راح ناخذ مور اكزامبلز المحاضرة الجاية عشان كمان نفهم الموضوع اكثر.